بسم الله. طب السلام عليكم، لو ده فيديو جديد. هنشوف، بس هناخد نوتس على البريسنج عشان نشوف البريسنج هتتعامل ازاي، ولو كان المونوريل زي ما كان في الشيت كان عندنا بريسنج وكان عندنا مونوريل. برضو في حاجه، في حته في المحاضره الدكتور قال ان ممكن تيجي كسؤال يعني نظري في حالات التحميل بالنسبه للمنشاه. هنشوف اول حاجه البريسنج. تمام، في المحاضرات لما كان مثلا اهو، لما هشوف انا بلان اوكي، وهي على سبيسينجز متكرره، وانا عندي الكاميرات السنوية بتاعتي من فوق دي دايما موجوده، او لو كانت فريم او لو كانت تراس يبقى برضو دي موجوده، يعني كده كده الكاميرات السنوية دي بتاعتي موجوده اوكي. احنا تعودنا يعني من الترم اللي فات ان البريسنج بتاعي الهوريزونتال اكسات، احنا بنحط اكسات هنا كلها، اكسات اكسات في الاول وفي الاخر صح. ولو كان المسافه دي اكبر من 30 متر كنا بنضيف في النص برضو اكسات. بريسنج هوريزونتال بريسنج في حاله لو كانت المسافه في النص اكثر من 30 متر. الجديد برضو اللي هيتضاف بقى انه بسبب انا حركه اللاترال شوك، بسبب ان الكاميرا بتاعتي بيجيلها احمال افقيه برضو بسبب اهتزاز العجله، فاحنا بنحط برضو بريسنج بالشكل ده هنا. ده بالنسبه لحاله انه لو بصينا كده صح، يبقى انا عندي هنا وعندي هنا بسبب الحركه دي احنا بنحط لهم بريسنج تستحمل القوه الافقيه اللي جايه وتشيلها. بعد كده لما هي هتشيل القوه دي الهوريزونتال بريسنج بتتنقل للارض. لو اخذنا 3D اهي، بعد ما القوه بتيجي من الهوريزونتال بريسنج اكس 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 اوكي، ده اللي بعده القوه اوكي كده 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 هتروح للارض ثرو الفيرتيكال بريسنج بتوعنا اللي هي اكس. ولو كانت زي ما احنا عارفين الترم الاولاني لو دي زاد عن 7 متر كنا بناخد في النص، او 6 متر كنا بناخد ستراس في النص. الفيرتيكال بريسنج برضو هتتكرر معانا على حسب مكان الهوريزونتال بريسنج، فواحد هيكون معانا فيرتيكال بريسنج في الاول وفي الاخر، ولو كان في النص برضو هيكون في النص. في حاله لما شفنا في الشيت، يعني لو انتوا خدتوا بالكم وانتوا بتحلوا الشيت، وهنحاول نحل الشيت ان شاء الله يعني الحل الصح بتاعها مع المشمهندس وننزله في المراجعه، اللي هي في حاله المونوريل. لو انتوا فاكرين المونوريل بتاعي في الشيت كان الكاميرا بتاعتي موجوده هنا. ام سو سوري، هي كانت، انا فاكره المساله بتاعت الشيت كان عبارة عن تراس اوكي تمام، وكان في المونوريل عبارة عن كاميرا واحدة بس، او يعني مش كاميرا واحدة، هي كده كده كاميرا واحدة حتى في الاوفر هيد كرين، بس انا قصدي عبارة عن عجلة واحدة بس صح، وليها مسار واحد بس، ما عنديش انا واحدة هنا واحدة هنا، لا المونوريل وان اونلي عشان هي في جزء من المنشأ المهم ولها مسار خاص. لما نشوف البريسنج بتاع ده، انا يعني الحركه بتاعتي الهوريزون الحركه اللاترال اللي جايه من اللاترال شوك، الحركه الافقيه موجوده هنا مش موجوده في الاول في الاخر، فما فيش معنى ان انا لما اجي اعمل البريسنج بتاعي هتفضل يعني الشكل احنا رسمناها اوكي. لو ده اوكي الاول والاخر، ده التقسيط، ده سبيسنج اوكي. المهم احنا كنا بناخد اكس 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 صح، اكس 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 مش سوري يعني تعمل عليا، انا عايزه حاجه تنقل لي الحركه الافقيه دي. انا مش هحط اكس في الاول اكس الاخر، على اي اساس هحطهم في الاول؟ ما عنديش الكاميرا هنا وهنا، الكاميرا بتاعتي هنا في النص بتاعت المونوريل، فانا هاخد البريسنج بتاعها برضو في مكان الباكيه بتاعتها عشان تشيل لي او توصل لي الاحمال بتاعتها. ولو انتوا فاكرين برضو في الترم الاولاني كنا بناخد هوريزونتال بريسنج تحت برضو هنا، هنحلها برضو في المراجعه ونرسمها ونتاكد عليها برضو من الباشمهندس وهنزلها في المراجعه. ده بالنسبه للبريسنج، ان انا لما باجي ارسم البريسنج بنضيف في الاول والاخر بالنسبه للاوفر هيد،
ومعايا برضو الفيرتيكال ريسينج من الاول والاخر عادي برضو زي التيم الاولاني. ده بالنسبه للريسينج. نشوف بقى تاني نوت. لو انا لو كانت عندي الكرين عباره عن مونوريل، لو كان مونوريل، الاختلاف الوحيد اللي هيحصل معايا الديزاين زي ما هي، بس هتختلف معايا في الاناليسس، لان انا لما بشوف الكاميرا بتاعتي انا ما عنديش غير عجله واحده، فبيكون البي ماكسيموم عباره عن بي ماكسيموم واحده اونلي، فبس اللي هيختلف معايا الاناليسس بتاعتي في حساب سترينينج اكشن. الام بتاعتي هيكون بي ال على 4، كذلك الكيو هيكون عباره عن بي ال على 2. ده بالنسبة للمرحلة بي على 2. بي على 2 يا جماعة، بي على 2. تمام. آخر نوت في المحاضرة لما نيجي نشوف هشرحها على المحاضرة السلايد بتاع الدكتور، هو نبه على حاجة اللي هي load of cases on mainframe. خلاص هو ممكن يجيب لنا ده مثلا سؤال نظري هيدينا فيها احمال الماكسيموم والمينيموم، ويطلب مني حالات التحميل الكريتيكال اللي هتحصل على الفريم ده. فمثلا لو انا عندي الفريم عباره عن فريم واحد بس، او باكيه واحده بس، بحر واحد بس، المهم واحد بس تمام. وطالب مني انا عايزه اصمم العمود ده، فايه الكريتيكال كيس، او ازاي ممكن ايه حاله التحميل اللي هيجيب لي ماكسيموم لودز عليها. هتحصل لما طبعا اول حاجه الهويس بتاع الاول الاحمال هتيجي في الناحيه دي، فالماكسيموم بتاعتي الاحمال ماكسيموم هتكون هنا، بلس اني هخلي حاله التحميل برضو اني هخلي اتجاه الرياح مع اتجاه الماكسيموم. فانا لو انا بصمم العمود ده يبقى الماكسيموم هنا، وبرضو اتجاه الرياح جايالي مع اتجاه الماكسيموم بتاعي. فلو انا كده يبقى اتجاه برضو الرياح بتاعتي عامله كده. ده بالنسبه لو يعني هي حاله تحميل واحده بس كريتيكال، لو كان الفريم بتاعي عباره عن فريم واحد. لكن لما يكون عندي الفريم عباره عن تو فريمز جنب بعض او اكتر، نعمل حالات تحميل. خلاص الحالات التحميل دي بقى بتعتمد على ايه؟ بتعتمد انا بصمم اي عمود. فانا لو هاخد عايز اصمم العمود ده، حالة التحميل بتاعتي هتكون اني انا هخلي الماكسيموم بتاعتي بتاعت الهويست هتكون هنا، الماكسيموم بتاعتي هتكون هنا، احمالي كلها هنا، بلس الفريم اللي جنبه برضو هخلي الماكسيموم في نفس الاتجاه، هخلي الاحمال كلها بتاعتي تيجي هنا، بلس الرياح كله في نفس الاتجاه. يبقى انا كده اللي هو حملت الماكسيموم بالنسبه للعمود ده في الفريم بتاعه الماكسيموم عليه، الفريم اللي جنبه الماكسيموم ناحيته، وكذلك الويند كلها في نفس الاتجاه بتاعه وهصمم العمود ده. اما لو هصمم العمود اللي في النص، فانا عايز اجيب برضو الكريتيكال والماكسيموم اللي عليه. عشان اجيب الماكسيموم اللي عليه يبقى اخلي كل الاحمال الماكسيموم. هنا هصمم على اكسيال على الملحان بتاعي عمودي، ف الام ماكسيموم كده 2 ام ماكسيموم، اوكي، فوق العمود بتاعي جاي لها 2 ام ماكسيموم، وما فيش رياح في الحاله دي. الدكتور تقريبا خدها انه ما فيش مومنت، يعني ما خدش تاثير المومنت، بس الاكسيال، فعندي 2 ماكسيموم. من الاخر لو عايز اصمم ده امتى الكريتيكال بتاعه او اللود كيس كريتيكال، هيحصل انه ال 2 ماكسيموم جت في ناحيتها. بس هو بسال انه ممكن يجيب لنا احمال الماكسيموم والمينيموم، ويطلب مننا حالات التحميل، هنرسم له الحالات دي. تمام، يبقى كده بس هي نوتس، وممكن ايه حبيت ان اقولها برضو ليه. السلام عليكم. طيب هنشوف البراكت ازاي. احنا اتفقنا انه في الكرينز لما عرفنا ان ده الكرين بتاعي، انشأ الكرين عبارة عن البريدج كرين، وعليه الهويست اللي بتمشي يمين وشمال بالاحمال، بتشيل الحمل تمشي يمين وشمال، والبريدج يا قدام وورا على طول المنشأ. احنا الكرين بتيجي من المصنع، احنا مش بنصممها، احنا بنختارها على حسب الجداول زي ما احنا عرفنا. بس احنا بنصمم حاجتين، اول واحده كان الكرين، والحمد لله عرفنا نصممها ازاي ونعمل تشيكس بتاعها ازاي وعرفنا الشكل بتاعها. تاني حاجه هنصممها اللي هي البراكت، اللي هي الكرين قاعده عليها، الكرين جيردر كاميرا الونش بتاعتي قاعده عليها البراكت من الناحيتين، عندي 2 براكتس في حاله الاوفر هيد
كريم. تمام، يبقى ده اللي احنا عايزين نصممه دلوقتي. تاني حاجة هنصممها بعد كريم جردر البراكت. لما ناخد زوم كده على البراكت بتاعي هنلاقيه. احنا لما نيجي نصمم البراكت زي ما عرفنا في الانتروداكشن ممكن تبقى عبارة عن اي بي اي او اتش اي اي، او ممكن تكون برضو بيلت اب سكشن او كومباين سكشن. لا مش بيلت اب سكشن، قصدي كومباين سكشن. البيلت اب سكشن اللي احنا اتفقنا انها عبارة عن الاي بي اي بلس يو بي ان، لا انا كان قصدي كومباين سكشن. فالمهم لما نيجي نعمل زوم هنلاقي البراكت بتاعي عبارة عن كاميرا كده اتش اي اي او اي بي اي. اوكي، المسافه دي بتكون من نص متر ل 0.6 متر، من 50 ل 60 سنتي. الدكتور اخذها معانا في المحاضره وفي السكاشن ب 0.6 متر. تمام، ممكن تتغير يعني على حسب المعطيات، يعني if not given يبقى 0.6 متر، او ممكن تتغير معانا في المساله. تمام، شوف بقى عايزين نصممها ازاي. اول خطوه طبعا لما انا باجي عايزه اصمم، اول خطوه بنعملها بنشوف اللودز، بعد كده اتنين الاناليسس، وبجيب يعني ستريننج اكشن صح. ثلاثه بنعمل اسامبشن، عشان انا بصمم فانا عايزه قطاع، افرض قطاع يبقى اسيومينج سكشن. بعد كده اربعه ديزاين، او بنعمل تشيكس يعني عشان اتاكد ان الاختيار بتاعي كان سليم. اوكي، كمان اول حاجه عايزين نشوف بقى اللودز. هنبدا باللودز. لما نشوف اللود بتاعي في البراكت، اوكي البراكت اهو بتاعي بيجيلي البي اللي جايالي من الكاميرتين. لو اخذنا كده، لو عايزين نشوف، انا هرسم بس بعد كده نرجع الورقة دي بتاعتنا. لو اخذنا في 3D كده، اوكي، وانا عندي الفريم بتاعي بيتكرر على سبيسينج معينة. اوكي، مثلا قلنا لو عندي 3 فريمز كده، وده السبيسينج بتاعي اللي هي عبارة عن سبان الكاميرا بتاعت اوكي، ودي الكاميرا ودي الكاميرا. طبعا الكاميرا قاعدة هنا على براكت، قاعدة هنا على براكت صح؟ It's one bracket actually، يعني براكت هنا هي براكت واحد في العمود ده، شايلة الكاميرا من يمين وكاميرا من شمال. ده معناته إن الأحمال اللي جايالي من هنا ال Q dead load plus ال Q maximum اللي من ال Q dead load اللي هو ال Q جاي من وزن الكاميرا، وال Q maximum في حالة لما تكون الماكسيموم العجلة تيجي هنا، الهويست تيجي هنا، أو البريدج قصدي تيجي هنا. أوكي، ونفس الكلام من هنا برضو، دي حالة الماكسيموم. هي الكيو ديد لود ثابت بيتشلها، وفي الكيو ماكسيموم. فلما نيجي نحسب الأحمال بتاعتي، الورقة بتاعتي هنا، أوكي، يبقى أنا عندي الكيو ديد لود بتاعتي عبارة عن اتنين الكيو ديد لود حسبناها من الكرين جيرد بتاعتي، وعندي البي لايف لود، واخدين معاها تأثير الامباكت اللي كانت معرضة ليها الكرين جيرد بتاعي، بتساوي الكيو لايف لود بلس الامباكت. تمام، التوتال بقى اللي جايالي على البراكت بتاعي اللي هي الكيو البي توتال، البي توتال هي بتساوي البي ديد لود بلس البي لايف لود. البي توتال اللي هي البي ماكسيموم، احنا عايزين نصمم البراكت على ماكسيموم فورس. البي ديد لود اولويز موجوده اللي هي حمل الكاميرا اللي مرتكزه عليها اللي قاعده عليها، والبي لايف لود دي لما تكون اللايف لود موجوده دي الماكسيموم. فالبي توتال اللي هنصمم عليها بي ديد لود بلس بي لايف لود. تمام، فهي دي الاحمال اللي جايه لي. نشوف تاني حاجه اللي هي اوكي، انا عملت اول حاجه جبت اللودز، ثاني حاجه السترينج اكشن. سترينج اكشن نحسب على طول، نشوف الكيو يبقى كيو ماكسيموم بتاعتي هي بتساوي البي ماكسيموم، دي بتساوي البي ديد لود بلس البي لايف لود بلس اللي هي اللي واخدين فيها الامباكت.
ليه؟ لان هي عباره اصلا عن كابولي، وشفنا شكلها البراكت بتاعها عباره عن كابولي، فهي هتشيل البي كلها. اوكي، ده بالنسبه للكيو ماكسيموم. الكيو ماكسيموم بالنسبه بالمومنت برضو، لانه كابولي الام ماكسيموم اللي هصمم عليه واللي هتجيلي عباره عن البي ماكسيموم بتاعتي، القوه المركزه بتاعتي مضروبه في السبان ال او اللي هي 0.6 متر. تمام، ده بالنسبه لل ستريننج اكشن بتاعتي. بالنسبه بقى للتصميم، زي ما اخذنا برضو عادي جدا، اللي هي معادله التصميم بتاعتي هي معادله البندنج. فاحنا بنقول في ال to assume section، اللي هو ناخد 3 assume section. assume section برضو m ultimate او m maximum يعني على ال sx، لازم تكون احنا ما عندناش هنا my، لازم تكون اقل من او تساوي 1.2. انا عندي ال m maximum، لا مش m ultimate، اوكي m maximum، هجيب منها ال sx ادخل بيها الجداول. لما اقصها في هنا، في احنا مش هنعمل الخطوة دي، الدكتور قال لنا على طول ال assume of section، خد السكشن بتاعك نفس سكشن الكرين جيرد بتاعي. فلو انا صممت خلاص الكرين جيرد بتاعي وطلعت زي مثلا ما حلينا المساله اللي فاتت HA 550، على طول هعمل اسيوم ان السكشن بتاع البراكت بتاعي 550 وهعمل تشيك عليها على طول. اوكي، ففي الستيج بتاع اسيوم سكشن نو تيكت على طول زي السكشن بتاع الجيرد بتاعك. جميل، التشيكس بقى بتوعي اللي هي اخر حاجه 4 التشيكس عندي هنا. طبعا التشيكات الاساسيه بتاعتي اللي هي تشيك اون مومنت او اون بندنج، 1 اون بندنج، تشيك اون شير، والثلاثه تشيك اون ديفليكشن. اوكي، بس ايه في الديفليكشن بس المعادلة بتاعتنا هتتغير عشان ده عبارة عن كابولي، فهيتغير الدلتا اكشوال بتاعتي هتساوي في التكعيب اللي هو السبان بتاعي 0.6 متر، بس هنعوضها بالسنتيمتر 600 سنتيمتر يعني، على ال 3 اي 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 اكس. تمام، واحنا متعودين الاي بتاعتي ب 2100 طن على السنتيمتر سكوير. تمام، بالنسبة يعني هل هيكون في check of fatigue و check of web building و check of crimping؟ مش هيكون عندي check، هيكون عندي check of fatigue. نشوف كده، يبقى احنا تمام خلصنا check of bending، check of shear، check of deflection. رابع واحد check of fatigue، الفتيج برضو هيكون موجود معايا لانه هو جاي من ان الحمل بتاعي متحرك بيروح ويجي، فهياخد تاثير البراكت بتاعي هياخد تاثير ده، لكن مش هيكون عندي تشيك اوف فيلدينج او تشيك اوف ويب بيلدينج وتشيك اوف كريبلينج، لان الاحمال اللي جايه لي على البراكت عباره عن حمل موزع اللي جاي من الكاميرا، مش يعني صحيح ان انا ركزتها هنا، لكن هي اساسا الكاميرا جاية على طول كله يعني مرتكز على طول كله بتاع البراكت، فمش بيكون عندي التركيز بتاع التركيز اللي جاي على الويب بتاعي، فمش هيكون الكريبلينج ولا اليدي موجود معايا، هيكون معايا تشيك الفتيك برضو عادي زي ما احنا عارفين تشيك الفتيك اللي هو فاي في الفتيك فاي اف اس ار اكشوال، لازم تكون اقل من او تساوي الريزيستنس في المسموح فيه برضو في الفتيك. بس ده بالنسبة للراكت. ان شاء الله هنحاول برضو زي ما قلنا هنحل الشيت ونزلها في المراجعة، هنطبق برضو كان في سؤال على البراكت ان شاء الله هنحلها ونشوفها. في حاجة بس عايزة برضو نقول نوتس يعني في البراكت، احنا كده خلصنا التشيكس بتاعها، انه لو في الكود ال ASD بنضيف تشيك اللي هي 5 تشيك اون ويلدينج اللي هي اللحام هنعمل تشيك عليه، يقول لك التشيك ده هنشوف هل البي توتال على
الدي ويب طول الويب في سمك اللي هو طول اللحام اللي هو بتساوي طول اللحام بتساوي طول الويب في سمك اللحام اوكي في 2 ليه انا قلت 2 ليه عشان طول اللحام عندي ناحيتين يعني لو انا عندي كاميرا بتاعتي فعندي طولين لحام هنا تمام لازم نتاكد انها اقل من او بتساوي 0.2 f ultimate اوكي بالنسبه للاس السمك اللحام السويم لازم تكون في حدود اقل من او بتساوي التي ويب التي ويب عباره عن اللي هي التي ماكسيمم بتاعتي مش الويب التي ماكسيمم اللي هو هل لو انا عندي اهو الكاميرا بتاعتي وطالعه منها البراكت فالتي الاصغر ما بين الفانج دي والويب او الفانج دي فالتي الاصغر ما بينهم احنا قصدين بها التي اللي هنا لازم تكون في الحدود دي يعني اقل منها السمك اللي حنت اقل منها او بتساويها او اكبر من او تساوي 0.6 اوكي تمام اعمل التشيك ده ولازم يطلع معايا سيف في حاله انه التشيك ده ما طلعش معايا سيف اوكي انا لما نشوف المعادله بتاعتي احنا بي توتال صح على المساحه دي في اسود في 2 عشان عندي خطين لحام لازم تبقى اقل من 0.2 اف التيميت لو ما طلعش اقل منها فانا عايزه اكبر المقام عشان القيمه دي تقل نفترض ان الاس ويب بتاعي خلاص جبت الماكسيمم ما اقدرش اكبرها اكتر من السمك الاقل من التي فلانج او التي ويب اعمل ايه نلجا ان نعمل الهنش عشان نطول التي ويب بتاعتي لو هي دي العمود بتاعي كاميرا السكشن بتاع العمود وده البراكت بتاعي اوكي انا ما اقدرش اكبر الاس ويب خلاص السمك الحام بقى انا عايزه اكبر الدي ويب اللحام بتاع اللي في الطول فبنعمل هونش لو انتوا فاكرين من الترم الاولاني الهونش بتاعي بيكون جزء برضو من اتش اي اي او اي بي اي عامل كده تمام ده هو من الناحيه الثانيه حاجه كده بتكبر معايا الدي ويب بتاعي